السلام عليكم. هذا السيد هذا اللي توفى اليوم هو صديق ديالي، وكان صديق اعز الاصدقاء ديالي، وسائق تاكسي، وكان جاري في العماره. ومني تحول لهنا هذه مده ما شفتوش، وليت كنتلاقى معاه مره، ونظرا لان الظروف انا خدام هو خدام. المهم طلعت اليوم من الدار، يلا دخلت من الخدمه، تتقول لي المدام بان هذا السيد راه توفى، والجيران تيقولوا بان راه لاح مراته وطلح موراها. المهم هادشي ما غيكونش حد داك السيد من اطيب خلق الله، وهاد جوج الناس الا دابزوا وكانوا في وسط المحل راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيطالع، هو اللي غيعلم به. انت جار قديم ولا؟ انا جار قديم. شحال مده؟ راه جاري شي مده 3 سنين. اش كتعرف على هذا الراجل درويش؟ الله يعمرها، دار من اطيب خلق الله ومعاملته طيبه. غادي تقدروا ان شاء الله، انا نفيدكم بحاجه وحده، هو غدا ان شاء الله اتصلتوا بموالين الطاكسيات الصغار، هما يزيدوا يعطيكم التفاصيل على هذا السيد هذا. وشكرا. في الطاكسي صغير. عنده شي وليدات؟ عنده جوج، جوج وليدات. ودابا الولاد ديالو واش باقي في المنزل ولا؟ انا خويا ما شفتش، حيت انا جيت من العماره الاخرى، ملي سمعت الخبر ما لتقتش في الصراحه، والله يولي برحمه الله لا هو لا الزوجه ديالو. ما نقولش لك زعما كاينه كانت جوره ديالهم غزاله، وهما ما يستاهلوش هذا الشيء اللي طرا لهم. انا مراته كانت صاحبتي، وهو حتى هو كان صديق ديال العائله. بالنسبه للمرحومه ما كانش كتقول كاينين شي مشاكل اسريه بيناتهم بها وبين الزوج؟ سمعنا بان احد الساكنه المجاورين تيقول لك بان عنده زوجه ثانيه. ولكن مطلقه الاولانيه، هذيك شحال هذه ماشي عاد. شحال ديال الوليدات عنده؟ عنده 3. من نفس المرأة؟ اه من نفس المرأة. البنيته الكبيرة في واحد الحالة اللي عندها غتكون شي 7 سنين 7 سنين ونص. الصغيرة عندها 4 ديال، غتكون عندها 4 سنين. صغيرة كاع؟ صغيرة كاع، يلاه عندها شي 4 شهور، يلا شي 4 شهور ولا 6 شهور. عندهم العائلة فين؟ هما كل شهر يعني العائلة ديالهم هنا ولا بعاد؟ العائلة ديالهم كاين، العائلة ديالهم ما كاينينش هنايا. أم البنت في حي السلام اللي تصابت، والآخرين ما عرفتش بالضبط فين كاين العائلة ديالو. السيد راه صديق ديالنا ومعنا في الطاكسي، وكنعرفوه واحد المدة، يعني واحد السيد ظريف. ما فضلتوش قدامكم واحد السيد زعما يوقف مع الناس، كاين شي حاجه كاين تعاون مع الناس، تيسافر معنا كيمشي معنا. السيد راه وهضر معايا غير اليوم مع جوج النهار عيط ليا، جوج ديال الخطرات عيط ليا اليوم، جوج ديال الخطرات، ولكن جاتنا هذه الاخبار بحال الساحقه. واش ما كانش يقول لك راه كاين شي مشاكل؟ لا ما عمرو قال لي شي مشاكل، ديما تيريح معنا في القهوه. كانت شي وليمه عند شي واحد في الاصدقاء ديالنا، كنكونوا ما كملت حتى 15 يوم باش كنا عند واحد الصديق تعشى معنا عنده، يعني ما كاين حتى شي حاجه، كيجي كيريح معنا كيضحك معنا كيهضر معنا، كان شي سفر كيسافر معنا. لا ما قالش، قالها لي غير اليوم وانا ما خليتوش. قلت لي علاش غتبيع الطاكسي؟ قال لي انا غادي نبيعها، ولكن غير التليفون ما عرفتش الاسباب شنو هي، ما عرفتش السبب شنو. اخر مره شفتيه؟ اخر مره شي 15 يوم هذه ما شفتو. التليفون كيهضر معنا دائما، ودايرين واحد الجروب حنا وياه، كنعودوا نهضروا بالليل دائما ديال مالي الطاكسيات، دائما كنهضروا كل ليله زعما كيعطي كيهضر معنا. ما كتبان لينا لا ما نعم. لا قال لي شي مده ما خدمش، ما بقاش تيخدم الطاكسي، ما بقاش تيخدم، تعطيها للشيفور، تعطيها للشيفور. هي حكى لك السبب ديال المشكل؟ لا 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 ما اقدرش.